مشاهدي شاشة قناة الشروق الفضائية في كل مكان، أسعد الله مساءكم وسائر أوقاتكم بكل خير وبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. ونحن نتنسم عبق ذكرى استقلال السودان المجيد، فكل عام وكل هذا الشعب الأبي بخير. منذ أن عرف السودانيون الغناء في عشرينيات القرن الماضي وأصبح وجدانهم مضمخاً وثرياً بالمعاني الوطنية، حيث نتعلم في السنوات الأولى من أعمارنا معاني الغناء للوطن وحبه والانتماء إليه، في المرحلة الأولى من أعمارنا نتعلم نشيداً يظل باقياً في النفوس والمهج ما بقية الأرواح. علم البلاد فداك نفسي يا علم، ما أنت من نسج الحروف وإنما مهج وأرواح وأفئدة ودم. ثم يكبر أحدنا عاما بعد عام وتتسلل إليه الوطنية رويدا رويدا مع دمائه، ثم نغني مع الذين يغنون. سأمشي رافعا رأسي بأرض النبل والطهر ومن تقديس أوطاني وحب في دم يجري. ثم تمر السنوات ويغني أحدنا مع المغنين ويهتف مع ثوراتهم، ليظل حب هذا الوطن باقيا في النفوس. ثم يأتي خليل فرح مناضلا ومغنيا، عز قومي كفاك نومك وكفانا دلال نومك. ثم يأتي يوسف مصطفى التني مغردا، ما بخش مدرسة المبشر وعندي معهد وطني العزيز. فسبحان من أكرم هذا الشعب بحدثين تاريخيين في تاريخ واحد، 19 ديسمبر 1956 إعلان استقلال السودان من داخل البرلمان، 19 ديسمبر 2018 انطلاق ثورة ديسمبر المجيدة. فسبحان من وهب هذا الشعب العظيم حدثين في تاريخ واحد، وسبحان الذي صور هذا الشعب على أبهى وأفضل صورة، فغنينا لهذا الشعب المعلم في حضرة جلالك إطيب الجلوس، مهذب أمامك يكون الكلام، أو كما غنى محمد عثمان عبد الرحيم، يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن. ذكرى الاستقلال المجيد وذكرى ثورة ديسمبر المجيدة نحتفي بها وبكم ومعكم من قناة الشروق الفضائية، فكأننا بإسماعيل حسن يغني بلادي الصفقة والطنبور، أدارة تنحفي الليل وبنوتا تحاكي الخيل، إشاب زي جدي الريل وشبال مكنتل في طريف وديع، أو كل الذين ابتهجوا تغنيا بمعاني الوطنية العظيمة. أهلا بكم ونحن نمتلئ بمعاني الوطنية والمحبة، أهلا بكم ونحن نردد ما صيغ من كلمات في محبة هذا الوطن العظيم. أهلا بكم والشوارع تمتلئ كل عام ومثله من ذلك التاريخ 19 ديسمبر، وسيحتفون في الأجيال القادمة. أهلا بكم وبمعاني الوطنية العظيمة، أسعد الله سائر أوقاتكم بكل خير وبركة، وكل عام وأنتم بخير. حبابة حباب النيل حباب الغابة، يا حبلنا نحن حبابة، نهوى عديلة نرضى صعابة.
بنعشق شمسها الحراقة بتلهب في القلوب دفاقة. نحنا شعارنا حب وصداقة، نحنا شعارنا حب وصداقة، نحنا شعارنا حب وصداقة، لنا صفة أخلاقة. مرحبتين بلدنا حبابة، حبابة النيل حبابة الغابة. Thank you.
مرحبتين بلدنا حبابة. هذا اللحن الخالد الذي صاغه شمس الدين حسن الخليفة وغيره من الغنيات التي تغنى بها حسن خليفة العبراوي. ولعلي أقف بكم عند معنى عظيم لما صاغه الشاعر إسماعيل حسن وتحدى الزين: بلادي حنان أناس حنان يكفكف دمعة الموجوع، يحب الدار يموت عشان حقوق الجار، يخوض النار عشان في الدمعة، كيف الحالة لو شافوها سائلة دموع. هذه المعاني الوطنية التي صيغت في الشعر السوداني منذ عهد ما قبل الجلاء وأثناء خروج المستعمر ومن بعده شكلت الوجدان السوداني. لا شك أن الأغنية الوطنية على مدار سنوات بناء هذا الوطن شكلت دونا رئيسيا في ثراء الوجدان السوداني. نحن نحتفي برفقتكم بذكرى الاستقلال المجيد، دعونا نقلب الدفاتر والأوراق وربما نقيم محاكمة ومرافعة للأدباء والمثقفين على ما قدموه وما قصروا فيه. للحديث أكثر عن دور الأغنية الوطنية في الاستقلال، أسعد بأن أرحب بضيفي داخل الاستوديو دكتور أمير النور، الباحث الموسيقي والأكاديمي حبابك عشرة في قناة الشروق ومنورنا في ظلال الأصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك نزار عبد الله البشير، وايضا يعني اشكر الاستاذ الزبير سعيد وقناه الشروق لاتاحتهم لنا هذه المساحه. يعني انا سعيد جدا يعني ان اكون على شاشه قناه الشروق. مرحب بك يا دكتور، وخلينا نبدا مباشره بدور الاغنيه الوطنيه في الاستقلال. نعم، هما اول يعني انا افتكر انه كونه خضر حمد وابراهيم احمد ويعني زي ثلاثة أربعة من اعضاء البرلمان، يعني هم اللي من عرفوا انه خلاص الاعلان الاستقلال حيكون يوم 19 ديسمبر 1955، يعني قبل يومين او ثلاث ايام الناس ابراهيم احمد وخضر حمد ودرديري ديل هم اتصلوا بالفنانين. يعني أنا بقول إنه أول ناس عرفوا إنه الاستقلال حيعلن بعد يومين هم الفنانين، فديل قاموا اتصلوا بالفنان أحمد المصطفى، كانوا كداك نغيب الفنانين، وعلى الدين حمزة كان رئيس الأوركسترا، قالوا لهم نحن سنعلن الاستقلال بعد يومين، أنتوا جهزوا نفسكم. ففعلا فاتوا علي حامد البدوي، وده قام طوالي ساغليم لي غرام وماني في سموك وميداد، عشت يا سوداني عشت يا سوداني عشت يا سوداني. فأنا افتكر انه هم طبعا الفنانين اول ناس وروا من الاستقلال حيكون بعد يومين، ففعلا في صبيحة ذاك اليوم يوم الاثنين اللي هو يوم 19 ديسمبر الساعة 11 وربع صباحا لمن الدبكة أعلن إنه اليوم السودان أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة، نرجو ما عليكم إبلاغ دولتي الحكم السوداني كده. فهنا كان طوالي في عربية كاشفة كان أحمد المصطفى بالعود ومعه على الدين حمزة بالكمان، فكان لفوا العاصمة دي كلها بيغنوا عشت يا سودان. جميل دكتور أمير، ونحن نتكلم عن دور الأغنيات الوطنية في الاستقلال لا بد من إنه نفصل إنه عندنا ثلاثة مراحل. مرحلة النضال الأولى ابتداء من ما خطه خليل فرح ورفاقه والعطبراوي ورفاقه وغيره من بقية المناضلين، مرورا بالمرحلة بتاعت الاحتفال اللي ذكرتها أنت قبل شوية أحمد المصطفى ورفاقه وهم بيغنوا للاستعمار، وفيه حسن خليفة ذاته العطبراوي بيغني يا غريب يلا لبلدك، ومرورا بالأغنيات اللي أعقبت الاستقلال عشان تشكل الوجدان وتزجي روح الحماسة في الشعب. في دور مهم جدا يجب أنه ما نغفله وهو دور الأغنيات التراثية في استقلال السودان وفي التغني بحب الوطن. نعم، انا يعني لو قمت عملت طواف كده سريع، يعني نحن لو قلنا نبدا مثلا من الجزيره من وسط السودان، يعني مثلا من عبد القادر الحبوب اللي من قاوم الاستعمار ومات يعني شنقو ومات باستفسال، يعني حتى الناس يعني فقامت قالت في ورقيه قالت له بتريد اللطام اسد الكداد الزام هزيت البلد من اليمن للشام. فافتكر انه كل السودانيين بقبائله وباسمياته كله ساهموا في استقلال السودان.
يعني حتى نمسك من النوير يعني ثورة النوير يعني النوير ديل هم عملوا كم ثورة يعني مثلا يعني النوير أنا بقول لهم يعني صباديك نيجي نيجامك ولا يل صباديك نيجي نيجامك ولا يل أشل الله مشار وينيل النوير الدينكا فندان تنجي فندان قلقوال فندان باي شريكي دي قلقوال كوغي جينا قوى قبيت وبعدنا الشلوك عندي دلو يا مالكور قد جاو يا مالكور قد جاو يي يي مالوا يا قد نكنجي ام بالله يا بالله كل النازل ساهموا في ثورات طبعا يعني حتى اللي من نمشي لعلي الميراوي ونمشي للمقع جبنة او اللي هو بيتو السلطانة مندي استرسلت يعني شال الرضيع في ظهره وحتى الخواجات قالوا ده الفارس ده من وين فحتى غنوا لي يا كن كن ترن تندا مندي كن ترن تندا لي 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 مندي كن كن ترن دي استورة قامس 1917 قبلها برضو في هناك في الجنينة المساليد ضد الفرنسيين برضو ناس استفسلوا عملوا ثورة وفي ثورة ما قاعد تذكر أصلا اللي هي ثورة الإنقسنة. ثورة الإنقسنة دي يعني بدت من 1916 لحد 22 غادة واحد كجور اسمه فيندي كيم. فيندي كيم ده هو كجور من أبناء الإنقسنة اللي من قاموا الإنجليز فرضوا ضريبة 7 ريال على البشر يعني البشر عملوا زي الحيوان إنه تدفع 7 ريال. دي كان سموها زمان الدقنية مش كده؟ أيوة. فقاموا الإنقسنة دي الشباب الإنقسنة قاموا بثورة بقيادة فيندي كيم ده فيندي كيم يعني قاد ثورة قوية جدا جابوا له تجريدة وانتهى منها وتاني الانجليز قاموا بيبحثوا عنه وحتى قاموا رشوه بعربية جابوا له عربية عشان يبطل الحال اللي بعمل فيه ده قال لي يا ولد جيب قش عربية ده باكل قش باكل ما باكل قش ما بجيب لبن انا ما داير حاجة ما بجيب لبن فرفض العربية فقام طلع في الجبل فوق هناك وبقى يقاوم الانجليز فبعد ذلك طبعا لمن الانجليز يعني هددوا بانه حيبيدوا شعب الانقسنة حيوبات فقام جه سلم نفسه من لا 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 يعني نزل سلم نفسه بعد ذلك طبعا شنو كده لكن من نازل طبعا غنوا له بالانقسنة غنوا له يمي او دام سارغو مرديا ابا ما دو ما دي لجي غام سلا وارد غاتون واوا ام سلي يمي او دي طعم بينزلوا بها الكجور حقهم فسلم نفسه ومات ميتة بتاع الابطال يعني الثوره دي ما قاعد تذكر يعني انا طبعا حتى بقول انه كل السودان ده شارك يعني كل الاسنياد يعني حتى في الشرق يعني عثمان دقنا طبعا يعني اللي من كسر المربع الانجليزي يعني لبس العساكر البوت مقلوب يعني الجزمه لبسها مقلوبه فدي الانجليز افتكروا ان دول ده ماشي شرق وهو ماشي غرب لحد ما عمل الكماشه دي وغدى على الانجليز فالنظريه بتاعت عثمان ديقلي لحد الان بتدرس في كل الجامعات العسكريه في امريكا وين بيدرسوا كيف عثمان ديقلي ده قدر غدى على الزول الهدندوي ده يعني الهدندوا عندهم والقشور انا من الكلايف انا بيد بيتنا نادرونا ثنا ديل التبداويت التجري ديل ناس البن عامر عندهم هوي هوي مرحبا بعلى سيف مرعوي هوي هوي مرحبا ابشر بولو مرعوي فارس فلا قبيلة شوف حتى بغنوا للفارس بعلى سيف يعني السيف وكده فا يعني عشان برضو ناس الشمال ما يزعلوا الحلفاوين دي برضو هم برضو ناس الشمال برضو يعني قاموا يعني ما سكتوا يعني ناس الشمال عندهم طبعا انا حافظ لهم نموذج بيقول مستر قاشر 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 ديليك الجناني اونوبا قاشر 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 ديليك الجناني ملي النشري قاشر ذهب نشري قاشر سكر نشري قاشر قاشر ديليك الجناني او مستر قاشر قاشر فانا افتكر ان كل السودانيين ذن كلهم بيميللهم وبكل طوائفهم كلهم ساهموا في صنع هذا الاستغلال يعني كل السودان يعني كان في دارفور كان في كردفان يعني ناس دارفور طبعا برضو يعني السلطان علي دينار طبعا معروف انه غاوم الانجليز يعني حتى هو يعني كان هو عامل حكم ذات يعني ما استسلم يعني علي دينار ناس دارفور طبعا برضو نقوم نغني لين
بريدا في دارفور بريدا حرموني ليه بريدا ريت عزة بريدا سلاح الرزة بريدا عدو نفزة بريدا الشارع صايتة بريدا القاري آيتة بريدا كتب دوايتة بريدا في دارفور. شوف حتى الغنى بتاعهم اللي من كتب دوايتة وقاري آيتة هم لأنه كسروا الكعبة الشريفة، يعني كان بيكسروا الكعبة لمدة 500 سنة، يعني الكعبة حتى كان بتكلف 20 مليون ريال زمان. تشوف الناس بيكسروا الكعبه دي قبل كم 500 سنه. فكل السودان حتى كمان هناك برضه في، يعني عشان الناس كردفان ما يزعلوا برضه، المسيري دي قاموا جدعوا العراقي ولبسوا الكاكي وبعدين الكاكي طبعا كان في ريشه هنا بيلبسوه، وبعدين بيقول ديل صبحوا ديل غربوا ديل صبحوا ديل غربوا ديل تكو الريشه بتماجو عندي الصغار عندي جوهر راكبين ماسكين قلم راكبين طيار من النهود لبارة من الضيل لنيالة وشوف جمال بقارة ورقصتهم مع النقارة أرعاجكو. فانا افتكر انه ما نسي الزور صح، لكن حتى برضو انا ارجع برضو للنيل الازرق. نعم. عندهم اغنيه علم السودان جير، اعتقد. أيوة. برضو واحده من الاغاني اللي ساهمت في اذكار الروح الوطنيه. نعم. يعني في النيل الازرق برضو، يعني الناس يعني بطوائفهم المكونات بتاعت السلطنه الزرقاء كلها موجوده. طبعا الـ 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 الهمج عندهم غنام، والبرتي عندهم غنام، لكن الاغنيه بتاعت علم السودان جير دي بيسموها الاغنيه بتاعت البلنقرو. يعني شوف يا استاذ نزار، المزامير اللي عملت الاغنيه دي هي اسمها البلنقرو، وهي مقطوعه بنفس النظام بتاع فيثاغورس. يعني اذا كان احنا قلنا بوصه باثنين بوصه أربعة بوصه ثمانية بوصه 16 بوصه، دي ما زي الاشكال الموسيقيه المتواليه، والنوار الاثنين والنوار أربعة والبلانش اثنين والكروش ثمانية والدبل كوريس 16. نفس النظريه، اول نظريه في الموسيقى مطبقه عند البرتا دي. عشان كده اللي من الفوا علم السوداني جرا هيا لونغتيا، علم السوداني جرا هيا لونغتيا، لا 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 لا. يعني شوف غنوا للعلم. فطبعا دي اصحاب السلطنه الزرقاء اللي حكمت السودان 317 سنه. وللاسف طبعا انه يعني ما كتب عن السلطنه الزرقاء قليل جدا بما كتب عن 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 ثورات ثانيه. يعني السلطنه الزرقاء اول دوله اسلاميه بعد نهايه الاندلس ب 13 سنه 1800. السلطنه ما قامت 1504. هناك 1498 قامت 13 سنه 96 قامت انتهت الاندلس، قامت يعني نار الاسلام اللي انطفئت في الاندلس انطفأت هناك، هنا قامت طوالي في السودان في السلطنه الزرقاء اللي هي حكمت 317 سنه، وال40 سنه الاخيره هي حكموا الهمج. طبعا الهمج هم الان هم يعني نحن نتمنى انه المشاكل الحاصله، والحمد لله هسه بدات تزول المشاكل القائمه بين الهمج وبين الهوسه وبين المكونات الاخرى، لانه الناس في النهايه هم كلهم صانعين للثورات. وانا دار اقول للهمج دار اقول لهم وللمكونات انه يعني الناس دي في ثقافه بيناتهم. يعني اذا كان الزول اللي بيغني للهوسه ده هو اصلا من الهمج، يعني الجمري ده ما من الهمج اصلا. بيقول كودين كسلا سونغاري دكاكا مجي قربا، كودين قربا سونغاري دادامونا مجي حلفا، تاري اللو تاري اريا تاري اللو ماتات اللو لو كواتاتا اللو لو كا. وبعدين الزول بغني للحمج هناك هو صاحب سرعية من الهوسة. يعني بيقول ود الماهي ولا بناتا، خور البودي ولا بناتا، جبل فازغلي ولا بناتا، جيدي ميلي ولا بناتا، جيدي ميلي ولا بناتا، ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله، أنسافر يا دوار لما سالكا عندك ساجا كتب جلا من جاسجنا سميكا لقندرة يا جوشا. يعني نحن طبعا بنشكر ولدنا المصغر الكبير عاصم الطيب، لانه هو نشر هذه النماذج يعني من فات استراليا هناك عشان يقرا في معهد الموسيقى، فقام غنى لهم الغنى ده بتاع الجمز وكده هناك.
فقام قال لي انت اصلا ما جاهز انت يعني احنا يعني قال لهم بس ادوني شهاده بس لكن هو اصلا طيب يا دكتور بعد السياحه دي كلها ذكرناها في الاغاني التراثيه والوجدان السوداني اثر بالايقاعات ذكرت لي انه عبد القادر الحبوبه لما قام ثورته وشنقوه غنوا له بتريد اللطام وسد الكداد الزام هزيت البلد من اليمن للشام ايضا كان في التغني للابطال وكان سبب رئيسي من ازكاء روح الشجاعه عند الشعب السوداني وبالتالي القتال ببسالة شهدناه منذ انطلاقة الثورة المهدية وحتى نهايتها في كده لغنوا برضو ما دايرا لك الميت رمادا شح دايراك يوم لقى بدميك تتوشح الميت مسول ابو الحجاء العجاج يكتح احيى عليه سيف البسوي يتحو ايضا الاغاني الحكامات اللي كان هدف الرئيسي تشجيع الابطال فنتكلم برضو عن التغني للأبطال ده ودوره في إذكار روح الحماسة للقتال ضد المستعمر نعم. البغيض هي طبعا نحن يعني أنا أرجع لك تاني يعني طبعا نحن إذا قلنا أغنية عزة طبعا هي أصلا العزة محمد عبد الله زوجة البطل علي عبد اللطيف وهي لمن الطلبة الحربيين قاموا بالمظاهرة المعروفة اللي هو بكامل زيهم وعتادهم يعني كانت يوم 9/8 1924 كل الطلبة الحربيين قاموا عددهم 51 بقيادة محمد الشناوي فقاموا وطلعوا مظاهرة بزيهم مظاهرة سلمية وفاتوا طوال العزة دي وزغرتت لهم الكلام ده كان هناك يم مستشفى النهري حسن المستشفى بتاع حسن العيون ده هناك مع المحل كان الاعتصام ده فقامت العزة قامت غادت المظاهرة يعني العزة محمد عبد الله اللي هي زوجة البطل علي عبد اللطيف وكان بيترسل طبعا زوجها كان في السجن في كوبر كان بترسل الرسائل بيجيبها من الناس عبيد حاج العمين وعلي عبد القادر وحسن صالح وكده ديل بتاع اللواء الابيض بيشيل منهم ال- 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 الكلام بيكتبوه في ورقه صغيره بتخطها لبيتها في ضفايرها في ضفيره البيت تمشي لابوه في السجن ابوه بيشيل الورقه دي بيقرا المكتوب شنو بيرد عليهم يعني وده الغايد بتاعهم فقاموا قالوا يوم ضفاير قودي الرسن وهتوا فيه فليحيا الوطن فأنا بقول إنه يعني البطل عزة هي أول امرأة تقود مظاهرة في, 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 في السودان فجات أغنية عزة في هواق واللي هي أصلا هي مقصود بها الوطن يعني العزة أصلا رمزية لكن رمزية لأنه المستعمر كان قابع في الوقت ذاك وكان ناس خليل فرح ديل بيخشوا بيتفوز هناك يعني هم زي محل له كده لكن عشان يلهوا عشان الانجليز يفتكروا ده محل بتاع له يعني ما محل بتاع لكن اللي من تجي الساعة 2 صباحا هم خلاص بيعملوا اجتماعاتهم بكرة المناشير حتتعلق وين والموكب وين وكده فبيقوم بيجي عبد الله خليل بك بيجي بيشيل الورق ده بيقوم بيعلقوا المناشير فكان في دار فوز دي ولدت الأغنيات القوية ما هو عارف قدم المفارق بعدين أو اللي هو أقصد فلغ الصباح وعزة ذاتها أغنية عزة دي يعني حتى هو من يقول عزة ما سليت عزة ما سليت وطن الجمال ولا ابتغيت بديل غير المال خذيني باليمين وأنا راقيت شمال في الوقت ده طبعا كان خليل فرح وصيب ده التيوبركولوزيس لأنه كان هو كان 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 بسهر الليالي عشان يعملوا الاجتماعات دي عشان كيف يفكروا انه يعني المستعمر ده يطلع من السودان فيعني الابطال يعني الابطال يعني هم سبب في انه كل السودان ده شارك يعني بس خليني اجيب بيك عند النقطه بتاعت كل السودان ده شارك وده محورنا اللي جاي اللي هو مشاركه القبائل المختلفه في السودان بتنوع ثقافات واداب وفنون وابناء في استقلال السودان يعني اذا مشينا شرق السودان عثمان دقنة بعدك حتى امراء المهديه بنلقى انه مثلا عبد الله تعايشي من غرب السودان ونلقى عندنا امراء من مختلف القبائل غير الامراء اللي شاركوا في الثوره المهديه بنلقى يعني المناطق السكانيه المختلفه الشارك بنضاله باغنياته بكلماته اي زول كان عنده دور في الاستقلال فذوبان الفوارق الفرديه والفوارق القبليه هو اعتقد ده كان السبب الاساسي في انه السودان ينال استقلاله يعني الناس ما كانوا بعينوا لبعض ده جاي من وين ولا ده قبيلته شنو ولا ده تعليمه شنو كان الهدف واحد فنحن دارين نقيف عند نقطه انه الاستقلال ده ذاته درس المفروض نتعلمه ان احنا عشان نستفيد منه في الحاضر يعني انا بقول كل يعني حتى الهوس ذاتهم كان عندهم ناس شاركوا
في 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 مقاومة المستعمر بالمناسبة. في زول من الهوسة ده كان زول مشهور يعني في المهدية. يعني كل الإثنيات الموجودة دي لو قلنا السودان ده لو قلنا فوق 500 كم وقبيلة, يعني بعد فصل الجنوب نقول بقت مثلا 400. كل الإثنيات دي كلها يعني كل القبائل دي كلها شاركت في 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 المهدية. حتى كان الجيش بتاع الخليفة عبد الله التعاشي ده مكان مكون من كل الإثنيات في السودان, كلهم يوم درمان هنا. ويعني حتى ترى لو حصل لأسماء الأحياء في درمان, بيت المال وحي الأمراء وحي جناد, كل أسامي بتاعت ناس والنوباوي ده كلهم كانوا أمراء, يعني كانوا أمراء في المهدية وكانوا وشاركوا ناس حمدان أبو عنجة وناس زاكي طمل وكل السودانيين دل. فنحن نقول إنه الأبطال يعني كل السودان ما في ما في ما في يعني أنا ما بعرف ليه إثنية ما شاركت, يعني كل الإثنيات دي يعني شاركت. فلماذا نحن الآن ليه يعني مثلا ليه اللي بيحصل ده شنو في 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 الفترة دي؟ يعني أنا بقصد إنه المشاكل الحاصلة بيناتنا دي ليه تحصل, ونحن أصلا في النهاية يعني إحنا لنا 68 سنة إحنا لنا الاستقرار, أحسن لنا 68 سنة, ده إحنا حزب طمأنينة, ده إحنا حزب بأمن, نحس بإنه إحنا ناس يعني نبذ خطاب الكراهية والتعايش السلمي. يعني انا يعني ثاني برجع لك معلش, يعني بقول حتى الكلام اللي حصل بين الهوس وبين من المكونات السلطنه الزرقاء في النيل الازرق, يعني اذا كان نحن عرفنا انه سنه 36 الفنان الكبير عايش الفلاتيه لمن جات من سكتاو هناك مع ابوه موسى يحيى وامه هجره, جو فاتوا الحج وما رجعوا نيجيريا, جو قعدوا في كسله ولدوا في كسله, وسنه 36 عايش الفلاتيه تزوجت من احد ابناء السلطنه الزرقاء ابن القمص اسمه خميس فضل المولى من القمص بوكيده من المكونات اللي بتاع السلطنه. اذا كان في زيجه تمت سنه 36 مصاهره بين هوس وبين بين بين القبائل الموجوده, بعدك تشوف المصاهرات الحاصله وكده. فانا ما عارف انه ليه بس ونحن يعني انا طبعا الكلام ده كله بعممه, يعني كان الحادث في لقاوة ولا في دارفور ولا في الجنينه. طب خلينا نحن نطرح السؤال ده ونقول على عاتق المثقفين وعلى عاتق السياسيين يجدوا له إجابة. وخليني أطرح عليك السؤال الجاي, وهو هل بيحتاج الغنى الوطني لأدوات خاصة غير اللي بيحتاج الغنى العاطفي أو بقية الأشكال الأخرى؟ أكيد طبعا. يعني إحنا بنفتكر إنه يعني يعني بعد ما حمد وردي عمل اليوم نرفع استغلالنا, أنا شايف إنه الناس يعني ما أدوا الغنى الوطني ده, ما أدوا حقه. يعني حتى كان في المهرجان عمله محمد الأمين, نحن نشكره عليه إنه عمل مهرجان الأغاني الوطنية. فأنا أفتكر إنه الأغاني الوطنية اللي اتعملت في فترة سابقة, يعني أنت اللي بتمسك من عبد الحميد يوسف, عبد الحميد يوسف عمل أنا حبيت يعني حتى بيخاطب في البنات بيقول لهم هل تدروا حبيت مين؟ واحد بتقول له حبيت الجمال, بيقول له أبدا حبيت النيل, أبدا حبيت. في النهاية بيقول لهم أنا حبيت السودان. فده عبد الحميد يوسف, ابراهيم الكاشف انا في الغناء السوداني, جاء عثمان حسين اللي هو الغنى الاغنيه بتاعت حسين بازرعه اللي بلادي انا تراريرا. وبعدين شوف يعني مين انا دا يعني دار اقول مين يوسف مصطفى التنيني من في الفؤاد طراوي عنايه, وانا معي ما بخش مدرسه المبشر وعندي معهد وطني العزيز. يعني الناس كلهم لحد ما جاء احمد المصطفى غنى اليوم عيدك يا وطن, جاء عثمان الشفيع عمل أحرار في بلد حرة, عمل له خورشيد. وبعد ذاك الأغاني الوطنية سيد خليفة يا وطني ترارارارا. فكل الفنانين الرواد يعني من الجيل بتاع الأربعينيات, ناس الكاشف وعبد الحميد يوسف لمن حسن عطية غنى الخرطوم, قام مصطفى فات لعبد المنعم عبد الحي في مصر قال له ده رغني لأم درمان, غنى أنا أم درمان. وأنا أم درمان ذاتها هي أغنية وطنية لأنه بيقول أنا ابن الشمال على ابن الجنوب ضميته, يعني شوف الوقت ده ضميت. أيوة. وبعد ذاك لمن أحمد مصطفى غنى يا فتاة الوطن, يا فتاة الوطن بتاعت تصديق مدسر. حسن عطية طوالي فات لحسين عصام منصور قال له ده رغني وطنية, فغنى الليلة يا عديلة وانت يا سعاد ننشد الحرية. يعني حصل عطيه غنى اذا لكل ما ذكرت دكتور امير, يعني لكل هذه المعاني اللي ذكرتها والتنافسيه العاليه حتى كانت في الروح ما بين الفنانين
وإحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم. هل تراجع دور الأغنية الوطنية في إنها توحد القلوب والانتماءات بعيدا عن الانتماءات الوطنية عفوا بعيدا عن الانتماءات السياسية الضيقة؟ نعم تراجع كثيرا، وده ناتج لأنه أنا يعني معلش أنا خلينا أقول بكل جرأة إنه لأنه الأجهزة الإعلامية مفترض تفرد مساحات واسعة للأغنية الوطنية، يعني طوالي ما شرط إنه لحد يجي يوم 19 ديسمبر زي يوم الليلة إحنا قاعدين حتى 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 الناس تكلم عن الوطن، لا مفترض الأجهزة الإعلامية والناس القائمين على الأجهزة الإعلامية، أنا بقصد خاصة الأجهزة الإعلامية التابعة للدولة، إنه مفترض الأغنية الوطنية تكون موجودة طوالي، يعني ما ينتظروا لحد ما يجي عيد الاستغلال ولا يجي كده، يفرض مساحات واسعة جدا للأغنية الوطنية، يعمل مسابقات، زمان كان في مسابقات إنه هذا دايرين نعمل أغاني وطنية يا جماعة، ما خلاص نحن سمعنا سيد خليفة بيغني يا وطني، وسمعنا أحمد مصطفى بيغني اليوم عيدك يا وطن وكده، نحن دايرين أغاني جديدة، يعني نعمل مسابقات نشجع انه الشباب ديل في ملحنين موجودين، يعني حسن عمر الشاعر ربنا يديم الصحه والعافيه، وفي ملحنين قاعدين نور محمد جيمه قاعد، وفي ملحنين قاعد موجودين، والفنانين اصوات الجميله موجوده، والشعراء موجودين، يعني لحد ناس مختار دفع الله ربنا يدي الصحه والعافيه، وتجاني الحاج موسى والحلنجي كلهم موجودين، ممكن يكتبوا عن 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 الوطن. انا حسن ليه جدا للاغنيه الوطنيه، ما ننتظر لحد ما يجي يوم 19 ديسمبر ولا يوم 1/1 كده. جميل، نحن والله شاكرين لك كثير الدكتور امير النور الموسيقي والاكاديمي، نورتنا في ظلال الاصيل، وكل عام وانت بخير، كتر خيرك. والله انا برضو في الختام بقول انه انا سعيد جدا جدا انه يعني انتوا قناه الشروق والنزار والزبير سعيد، والله سعيد انه تفردوا هذه المساحه يعني تدونا نقوم ندلي بدلونا ونقول كل شيء بصراحه وبوضوح، انه احنا بعد 68 عام ان شاء الله يعني السودان يستقر وننبذ الخلافات بتاعتنا ونعيش تعايش سلمي وننبذ خطاب الكراهيه بيناتنا، نحن السودان ده واسع جدا جدا، الموارد فيه كافيه، عندنا 11 نهر، الزراعه 200 مليون فدان صالحه للزراعه، يعني في واحد سألوه قال الحجر ممكن يقوم في السودان ده، يعني السودان ده مش بيشيل كل الموارد كتير ونحن ممكن نكون سلة غذاء العالم. لماذا طبعا التطاحن دول؟ كتر خيرك. دي كانت مساحتنا مع الباحث الموسيقي والأكاديمي دكتور أمير النور، والحديث عن دور الأغنية الوطنية في الاستقلال. نتواصل برفقتكم في هذه المساحة الخاصة، ونحن نحتفي ونحتفل برفقتكم بذكرى الاستقلال المجيد، ونقطف زهرات من الوطنية الخالصة من قلوب كل الذين سبقوا من لدن خليل فرح ويوسف مصطفى التني، ونهديكم باقات من الوطنية الخالصة في مشوار ظلال الأصيل. أهلا ومرحبا.
أهلا بكم من جديد. نحن وأنتم وظلال الأصيل، هذه المساحة المفعمة بالمحبة للوطن والأغنيات الوطنية الخالدة التي تزكي روح المحبة والشجاعة والجلوس في حضرة هذا الوطن. مساحات ممتدة. رحب بضيفي داخل الاستوديو، الكاتب الصحفي والشاعر والناقد الفني أستاذ يوسف سعيد. مرحب بك، كل عام أنت بخير. مرحب بك ومرحب بالمشاهد الكريم، وتحية عطرة للشعب السوداني في ذكرى الاستغلال المجيد. ونتمنى دائما أن نرى شعبنا بخير ووطننا في أمن وسلام واستقرار إن شاء الله يا رب. لازم نحن من الصباح بنتكلم عن الغنى الوطني ودوره في الاستغلال، لكن في سؤال يدور في البال، هو عن الفرق ما بين الغنى الوطني والغنى الثوري. نعم، الغنى الوطني يختلف عن الغناء الثوري، وفي مشتركات بيناتهم اللي هي الغاية والهدف. كلاهما يضع الوطن في 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 غاية غاية نبيلة، ولكن الغناء الثوري دائما ارتبط بالحراك الثوري المرتبط بتغيير الأنظمة والحكومات، ولكن الغناء الوطني ارتبط بالأحداث الوطنية مختلفة، أحداث سعيدة وتحولات، ومرتبط أيضا بتطلعات وأشواق الشعوب دائما. والمساحة في التعبير والمساحة في الغناء الوطني مفتوحة وليست مرتبطة بأزمان محددة وأوقات محددة مثل ما هو الحال بالنسبة للغناء الثوري المرتبط بالتحولات والتغييرات السياسية. هل ممكن الغناء الثوري نصنفه تحت مظلة الغناء الوطني؟ ممكن يتصنف، لكن كل له تميزه وله جوانب من خصوصيته اللي بتكون دائما مرتبطة بالظرف السياسي والاجتماعي والثقافي الانتج فيه هذا الإبداع يعني. طيب، هل بتعتقد انه استاذ زبير الغنى الثوري ابقى من الغناء الوطني اذا اعتبرنا انه لاي واحد تصنيف مختلف؟ الغناء الثوري اكثر وصولا واسرع وصولا للمتلقي، باعتبار انه يعني نسبه الهتافيه مع وضع العباره في قوسين هي عاليه في الغناء الثوري، باعتبار انه غناء يحرك المشاعر ويحرك الشارع ويلهب المشاعر الثوريه. هو يخاطب العاطفة الوطنية أكثر من الغناء الوطني الذي يخاطب العقل والوجدان في آن واحد، لذلك درجة العقلانية في الغناء الوطني أكثر ودرجة الانفعال في الغناء الثوري أكثر، لذلك الغناء الوطني أبقى وأكثر رسوخا في الذاكرة، ولكن الغناء الثوري أكثر وصولا للجماهير وأكثر قدرة على تحريك المشاعر الجمعية للجماهير تجاه الأهداف الوطنية المحددة. أستاذ زبير، هل انشغلنا بالغناء بديلا عن البناء؟ للأسف الشديد يعني جانب كبير من هذا الاعتقاد صحيح، لأنه الغناء دائما هو يعني يبشر بالبناء، ونفتكر إنه الغناء نفسه هو شكل من أشكال البناء النفسي والوجداني للأمم، لأنه البناء ما في بعده المادي بس، لابد من البعد المعنوي، لأنه هذه الأمم العظيمة تبنى في تماسك النفسي وترابط الوجداني ووحدتها النفسية والاجتماعية والثقافية، حتى تحدد أهداف الوطنية وحتى تسهم بشكل جمعي في أنها تحقق بناء وطني كبير للوطن عموما. حصل نحن لأنه يعني افتكر أنه أكثر من 67 عاما من الاستغلال، افتكر أنه ما سهلة، سنوات مديدة يعني، كان مفترض ان احنا نكون تجاوزنا فيها الكثير جدا من العقبات والكثير جدا من الامراض للاسف الشديد لا زالت تقعد بالوطن وتقعد بانسانه وتقعد بطموحه، وابرزها يعني ارتفاع النعرات القبلية والاثنية والتقوقع في القبيلة وتقديم القبيلة على الوطن، ودي كلها افتكر انها هي كانت اشكالات يجب لو كنا اهتممنا بالبناء الوطني السليم المؤسس على قيم ومفاهيم متقدمة لرؤيتنا للوطن، الوطن الطموح والوطن الحلم، لكنا في وضع أفضل مما نحن عليه الآن. إذا تكلمنا عن الغناء لثورة أكتوبر، نعم، ثم ثورة أبريل، نعم، ثم ثورة ديسمبر، هل اختلفت الرؤى؟
اختلفت الرؤى لأنه الغناء لثورة أكتوبر رغم أنه كان قليل في الكم ولكن كان عميق في مدلولاته ودلالاته، وكتبوا عدد من الرموز وقدم من خلال عدد من الرموز الفنية للمطربين. وهو كان تتكلم أستاذ زبير يعني عفوا للمقاطعة، نعم، من حيث القيمة الفنية للعمل، نعم، تقصد؟ نعم، ولا من حيث ولوجه لوجدان الشعب؟ الاثنين معا، في الحالتين كان جيد. ويشترك معه الغناء لثورة أبريل برضو إنه ولج للوجدان، لأنه عدد برضو من الناس اللي قدموا لأكتوبر هم نفسهم اللي قدموا لثورة إبريل، هم تقريبا جيلين كانوا ما بعيدين من بعض، أو الناس اللي قدموا في ثورة أكتوبر كانوا يادابا، يعني مثلا زي هاشم صديق ربنا يمتعه بالصحة والعافية، والملحمة كان في عشرينياته يعني من عمره. فلما جات إبريل كان يعني هو وصل برضو دكتور عبد الواحد عبد الله كان في مرحلة باكرة، هو برضو طالب كل وفضل الله محمد ربنا يرحمه، كل النازل لما كتبوا لأكتوبر ثورة أكتوبر كانوا يدابهم في مقتبل العمر، وكانوا يدابهم في بداياتهم الفنية. لكن هو الغناء في لثورة أكتوبر يعني أنا أفتكر إنه الفترة ما بعد أكتوبر نفسها كانت فترة بتاعت استفهامات كثيرة، يعني غناء ارتبط بطرح الأسئلة. وأنا دائماً قاعد أقول إنه هي ما كانت أسئلة تبحث عن إجابات، ما كانت تبحث عن إجابات بأي حال من الأحوال، لكن كانت تعمق لشرعية السؤال نفسه. يعني أسئلة كانت مرتبطة بإنه كأنما هؤلاء الشعراء والمبدعين الذين قدموا الأكتوبر وقدموا أغنيات في تلك الفترة يعني أرادوا أن يؤكدوا حقهم في طرح أسئلة كبيرة، وترك النخب السياسية والفكرية والثقافية أن تبحث في الإجابات الموضوعية لتلك الأسئلة التي للأسف ظل بعضها عالقا في ذاكرتنا وفي وجداننا إلى الآن. طيب يعني بما أنك ناقد فن أستاذ زبير، خلينا نعم نقدم محاكمة فنية سريعة لما قدم خلال الثورات الماضية، يعني نبدأها من أكتوبر وأبريل وديسمبر، نعم، وشنو اللي اختلف في شكل الغناء؟ هل قيمة المفردة، هل الهتافية، نعم، أفقدت المعنى للغنيات، هل المعاني أصبحت بسيطة وفقدت العمق، هل قيمة الرمزية التي قلت في الغنيات يمكن في ديسمبر باعتبار أنه يعني بعض أغنيات أبريل تم ترحيله لأغنيات ثورة ديسمبر وغيره، شنو الاختلف بالضبط إذا قدمنا، نعم، محاكمة فنية للأغنيات الوطنية تمت في الفترة دي؟ طيب نقول الأغنيات الثورية لأنه الغناء الوطني ظل يعني عدد من المطربين الكبار على رأسهم أستاذنا وصديقنا أبو عرك البخيت ومصطفى السيد أحمد ومحمد الأمين وعدد كبير من المبدعين المتميزين ظلوا يقدموا غناء وطني في مناسبات مختلفة، لكن الغناء الثوري هو الذي ارتبط بالتحولات والتغيرات السياسية. لو نظرنا للمشهد في الغناء الوطني من خلال ثورة أكتوبر وثورة إبريل وثورة ديسمبر المجيدة، ويحق لنا في مثل هذا اليوم أنه برضو نترحم على كل شهداء الثورات السودانية عامة، يعني فالمسألة اختلفت باختلاف معايير إنتاج تلك الأعمال وباختلاف الاهتمام الثقافي العمق الثقافي للأجيال المختلفة. يعني أعتقد إنه الجيل بتاع الستينات رغم إنه هو ما جيلنا، لكن أعتقد إنه كان عميق جدا في نظرته وفي تعابيره، حتى الرمزية بالمناسبة برضو بدليل إنه ليوم الليلة بنغني ظلت راسخة هذه الأغنيات، ظلت راسخة هذه الأغنيات وظلت يعني في كل يوم تتعتق وكل يوم تزداد ألق وجمال، وده ما أصلا ما بيقدح في التجارب اللي تقدمت في إبريل واللي تقدمت في ديسمبر، لأنه كل جيل عنده رؤيته وعنده ظروفه وعنده معطياته وعنده بيئته اللي بينتج فيها شكل إبداعه اللي بيعبر به عن أشواقه ورؤيته لطموحاته الوطنية. طيب هل الهتافية في الأغنيات الوطنية أفقدت بريقة اللي بيسبب خلوده وبالتالي سقطت من ذاكرة العام؟ أسهمت بشكل كبير جدا، لأنه الغناء الهتافي والغناء المرتبط بالمدلولات السياسية المباشرة، أنا أفتكر إنه برضو إمكانية صموده وخلوده في الذاكرة ما قاعد يكون كبير، فلذلك يعني كثير جدا من هذه الأغنيات يعني تراجعت في الذاكرة الجمعية للمتلقي، بينما ظلت الأغنيات الوطنية الكبيرة أنتجت
برؤية عميقة ودون هتافية مباشرة، أكدت صموده وأكدت إنها بل بالعكس هي كل ما جاء الذكر، يعني حتى الاستغلال نفسه كلما جاء ذكر الاستغلال نحن بنرى إنه كأنما هذه الأغنيات يعني تتعطر وتتجمل وتعانق الشارع السوداني. جميل أستاذ زبير، لو تكلمنا عن الغناء الوطني وخلينا نخش أكثر خصوصية عن الإيقاعات المستخدمة في الأغنية الوطنية ونتكلم عن ذكاء المطربين في ذلك الوقت. نعم. والتنوع في استخدام الإيقاعات لإذكار روح الشجاعة. إذا قسمنا الأغنيات الوطنية لثلاث مراحل. نعم. مرحلة النضال قبل جلاء المستعمر. نعم. أغنيات زي شرف الباذخ وزي عزة في هواك. نعم. والأغنيات اللي أثناء خروجه أول فترة الأولى لخروج المستعمر. نعم. زي اللي غناه أحمد المصطفى، والأغنيات اللاحقة اللي يعني جاءت احتفالا بخروج المستعمر. نلقى مثلا استخدام المارش العسكري. نعم. في أغنيات في فترة. صحيح. نلقى استخدام إيقاع السيرة الراقص في فترة. نعم. وتوظيف بقية الإيقاعات المحلية، إيقاع الدلوكة تمتم مثلا وبقية الإيقاع. نعم. عشان تحمس الناس. نعم. على الإقبال على مرحلة معينة. فالذكاء الفني في استخدام الإيقاعات لكل مرحلة من المراحل. هي طبعا المطربين السودانيين الكبار اللي قدموا أغنيات وطنية تميزوا بذكاء عالي صراحة يعني، وقدموا نماذج وانتخبوا عدد من الإيقاعات المناسبة جدا لكل شكل من أشكال الأغنيات اللي قدمت خلال هذه الفترات. لكن خلينا نقول إنه الغناء غناء ما قبل خروج المستعمر هو كان غناء مطلبي. يعني يلبي أشواق الناس في إنها تتحرر من نير المستعمر البغيض يعني، ومشت في هذا السياق. ودي إحنا ما بنقدر نحاكمها بالمعايير النقدية الحديثة باعتبار إنها هي يعني أغنيات أنتجت في ظروف بالغة التعقيد، والفنانين زي خليل فرح والعطبراوي النزل ظلوا يعني ملاحقين من المستعمر، وظلوا حتى إمكانيتهم إنه يقدموا هذه الأغنيات في 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 مسارح محدودة كانت مسألة فيها يعني ضريبتها كانت باهظة جدا يعني وكانت صعبة جدا يعني. بعد ذاك الغناء القدم بعد الثورات إن كان أكتوبر أو إبريل فهو يعني غناء أنا أفتكر إنه برضو كان ماشي في إنه يعني وكان وضح إنه التطلعات بتاعت الشارع، سقف التطلعات بتاعت الشارع وطموحاتها في رؤية وطنها كانت أكبر من رؤية أو من العقل السياسي في تلك المراحل. فلذلك حركة الإبداع الوطني والغناء الوطني ظلت متقدمة على الفكر والرؤية السياسية لكل المانيفستات بتاعت الأحزاب السياسية للأسف الشديد. فلذلك يعني نحن ظللنا يعني نغني للوطن ونحلم يعني هذا الوطن جميل من خلال أغنياتنا، لكن في الواقع للأسف الشديد هو مهيض الجناح يعني وأحلامنا مهزومة. وإلى الآن يعني هذا الوطن واحد من أعرق يعني البلدان في العالم، وطن بحضارة إنسانية عريقة، وطن بتنوع إثني وعرقي وثقافي واجتماعي فريد، لكن لا زال هذا الوطن يعني نفتكر أنه يتنكب ولا زال يتعسر ولا زال يعني لم نحقق رؤيتنا له بالشكل اللي يتناسب مع طموحنا وحبنا لهذا الوطن الكبير. ذكرت لي قبل شوية أنه الأغنيات ما قبل جلاء المستعمر كانت في ظروف صعبة جداً وبالغة التعقيد. نعم. والمجهودات اللي بذلوها ناس خليل فرح وحسن خليفة العطبراوي في أنه يصيغوا أغنيات في ظروف زي دي. نعم. كانت صعبة. نعم. فخلينا ده برضو بيقودنا لسؤال مهم جداً، وهو إلى أي مدى كان يدرك المستعمر قيمة هذه الأغنيات وتأثيرها على نفس الشعب السوداني؟ طبعا كانت المسألة خطيرة جدا، وهو كان يدرك خطورة هذه الأعمال، والدليل على ذلك ما ظل يعاني منه يعني المطربين اللي قدموا نماذج خليل فرح ورفاقه يعني، وعانوا معاناة كبيرة جدا جدا في سبيل انه هم كان هدفهم يعني اولا توحيد الوجدان القومي السوداني، ويعني رفع مستوى الوعي بقيمة التحرر من المستعمر. وفي مثال عجيب يعني قد ما يعلم بعض الناس انه الآهة في عزة في هواك، الآهة الشهيرة لخليل فرح، يعني هي خليل فرح لما كان في مصر وسجل الأسطوانة اللي تسجلت من خلالها عزة في هواك، يعني كثير من الناس الزبير ما سمعوا. نعم. الأغنية بصوت خليل فرح، لكن صحيح. ظلت اللزمة موجودة. انا هذه مش نعم هذه الآهة
يعني خليل الفرح عندما سجل هذه الأسطوانة كان قد تمكن منه المرض، وحتى أخبروا الأطباء بأنه هو خلال 3 شهور حيرحل يعني. فيعني تحامل على نفسه وضغط على نفسه عن يسجل هذه الأغنيات من ضمنها عازة في هواك. هذه الآهة يعني كانت آهة ألم، كانت آهة مشتركة، يعني دي واحدة من أشهر الآهات في الغناء الوطني السوداني. آهة كانت من الألم من وطأة المرض، وآهة كانت من الألم على ما يحدث للوطن المستعمر، وآهة كانت آهة تعبيرية دلالة على قيمة فنية من خلال هذا العمل الوطني الكبير. جميل، نحن متواصلين معك ونهديك ونهدي كل المشاهدين لحن وطني نزكي به روح الحماسة ونجدد به عهد المحبة لهذا الوطن. علينا شبيت يا وطني، زيك ما لقيت يا وطني. يا بلد أحبابي، يا وطني يا بلد أحبابي، وجودي غالي يا بتذكر في ساعات الصباح على شاطئ وحبيبي الساهر، وحبيبي الساهر أسمن وجميل. بيك يا وطني بروح أفديك يا وطني، بيك يا وطني أنا بفخر بيك يا وطني بروح أفديك يا وطني. يا بلد أحبابي، يا وطني يا بلد أحبابي، ميلوني أريد أكون يا يا وطني زي الأحلام يا
زي الأحلام يا وطني زي الأحلام يا وطني كانت أيام يا وطني زي الأحلام يا وطني هذه وياد أريدك ويامي في وياد أحبك ويامي يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك يا وطني يا بلد أحبابي في وجودي أريدك يا أهلا بكم من جديد بهذه الروح الوطنية الخالصة. نستمر برفقتكم ونحن نحتفي ونحتفل بذكرى عبق الاستقلال المجيد. ورحب مجددا بضيفي داخل الاستوديو الكاتب الصحفي والشاعر والناقد الفني الاستاذ زبير سعيد. مرحبا بك من جديد. واستاذ زبير يعني اللحن الماضي بيقودني لسؤال مباشر وهو بعض الاغنيات ظلت شعارا طوال السنوات التي مضت وربما ستظل لاحقا لسنوات قادمه. ما السر في بقاء وخلود بعض الاغنيات وذوبان الاغنيات الاخرى؟ السر عنده بعدين. البعد الأول إنه هذه الأغنيات كتبت بمضاد الصدق، كتبت بدرجة عالية جدا من الصدق والتجرد الوطني. الأمر الآخر إنه يعني هذه الأغنيات يعني كانت محملة بأشواق وأحلام وأمال عريضة، للأسف الشديد يعني لم تتحقق ولا بالحد الأدنى مما كانت، لأنه أصلا الغناء هو تعبير عن آمال وأحلام وأشواق الشعوب والمجتمعات. فلذلك يعني هسه يعني أنا دائما أقول مثال إنه حتى الأيقونات اللي كانت تردد خلال فترة الاعتصام وخلال فترة ثورة بداية ثورة ديسمبر وإلى الآن هي أغنيات يعني معظمها كتبوها يعني مثلا إذا مسكنا محجوب شريف ربنا يرحمه مع الراحل الموسيقار محمد وردي مثلا حنبنيه مثلا حنبنيه بنحلم به يوماتي. الشباب دي أنا قاعد أقول إنه الأغنية دي على وجه التحديد هي أكبر واحد من الشباب اللي كانوا في ميدان الاعتصام. يعني الأغنية رسها عمرا يعني ما فالشباب دي قيمة هم كبار. فلذلك يعني شوف السنين دي كلها كأنما يعني وردي ومحجوب ومصطفى وكل الناس اللي كتبوا بصدق عالي لهذا الوطن كأنهم أحياء وكانوا مشاركين في هذه الثورة المجيدة. الغناء ده ما نوع من الترف أصلاً، الغناء ده رسالة والغناء عنده دور كبير جداً. وأنا أفتكر إنه اللعب والغناء بكل أشكاله إذا كان غناء وطني أو غناء عاطفي الدور اللي لعبه في توحيد الوجدان السوداني وفي تعريف المجتمعات السودانية بعضها ببعض لم تفلح فيه كل القوى السياسية، لأنه الشعب السوداني ده لم يجد فرصة لأن يتحاور بشيء من الأريحية وبشيء من القبول بالآخر بكامل الحرية إلا من خلال الغناء الوطني والعاطفي. فلذلك أنا أفتكر أنه الغناء متقدم، الإبداع متقدم على الحركة السياسية في السودان والتفكير الإبداعي متقدم على التفكير السياسي في السودان. طيب إذا كان التفكير الإبداعي متقدم على التفكير السياسي والغنى متقدم على الفعل السياسي، ليه نحن طوال أكثر من 67 عام ما زلنا في مرحلة نحن كان مفروض نكون تخطيناها يعني قبل سنوات طويلة جدا؟ ببساطة لأنه المبدعين بيرهنوا اكتمال رؤيتهم للتغيير بالعقل السياسي، والعقل السياسي نفسه هو يعيش حالة من يعني حالة من الشرود الذهني. نفتكر إنه الناس استمرت فترة طويلة جدا، والدليل على ذلك إنه نحن كل ما مرت الأيام بدل ما يحصل لنا نضج في فعلنا السياسي ورؤيتنا السياسية نفتكر إنه بيحصل لنا نوع من الاضمحلال الفكري
ويحصل لنا نوع من التراجع ويحصل لنا نوع من المسائل دي محبطة جدا بالنسبة للشعب السوداني، محبطة جدا للشارع السوداني. يعني الشارع السوداني كان بيتطلع ولا زال يتطلع إلى قواه السياسية الحية بأنها يعني تنظر تنظر لهذه الجراح، يعني تنظر لجراح هذا الشعب وتتعامل مع قضايا هذا الشعب بقدر أكبر من المسؤولية وبقدر أكبر من الالتزام الوطني اللي هو في حد الأدنى يقود لحالة من الوفاق. نحن ما بنقول اتفاق، لأنه شكل الاختلافات السياسية هي متجذرة وعميقة، لكن نقول وفاق إلى حد ما الناس تتوافق على حد أدنى من الرؤى أو المبادئ الوطنية التسهم في أن تخرج هذا الوطن من هذا النفق المظلم وتسهم في تحقيق آمال وطموحات شعبه وشبابه على وجه التحديد. يعني هل إنقاذ المبدعين والمثقفين والأدباء وراء الانتماءات السياسية ضيقة وفوتوا فرصة أن يجتمعوا تحت مظلة الإبداع بعيداً عن الانتماءات السياسية؟ الحزب الإبداع هو الحزب الأكبر وهو الحزب الأصلاً لا يمكن أن يخسر أي شكل أي نوع من أنواع الانتخابات، لأنه ده الحزب الفائز على طول، لأنه ده حزب منتمي انتماء غير مشروط للشارع. لذلك أنا بفتكر أنه مع قناعتنا بأنه كل مبدع حر في أنه يحدد انتماءاته الفكرية والسياسية والأيديولوجية، هذا حق إنساني، ولكن أنا بفتكر أنه المبدع الحقيقي هو أكبر من كل المواعين السياسية، وهو انتماء سامي ونبيل لقيمة وطنية، انتماء لوطنه ولشعبه. أنا بفتكر أنه كل ما كان المبدع يعني متحرر من هذه المواعين السياسية الضيقة كل ما كان عنده القدرة على أنه يعبر عن أشواق وتطلعات شعبه بشكل من الحرية وبشكل من البراحة الأفضل والتفكير الحر والمنطلق نحو أهداف لا تؤطرها أي نوع من الأيديولوجيات السياسية الضيقة. ده بيقودنا مباشرة أستاذ زبير لدور المثقفين في الاستقلال ودورهم في المرحلة الحالية. نحن المفروض نستفيد من ذكرى الاستقلال لنسقط المعاني والقيم النبيلة في أنه نعيد بها ترميم الواقع. بكل تأكيد المثقفين كان لهم دور كبير جدا، والدليل على ذلك هم كانوا النواة والثمرة لمؤتمر الخريجين، والمثقفين ذاتهم نفسهم كانوا قريبين جدا من المفكرين السياسيين. يعني حسن عطية كان صديق لناس المحجوب ولناس يعني كل القيادات السياسية في تلك الفترة. يعني فالمسألة حصل نوع من أحمد المصطفى، محمد وردي، المبدعين كانوا قريبين جدا من بعض منهم كان هو ذاته عنده علاقة بالأدب زي صار محمود أبو بكر وخضر حمد والمحجوب نفسه، وعندنا عدد كبير جدا من السياسيين المثقفين والمفكرين يعني أسهموا، وكانت الشقة كانت قريبة ومستوى التفكير كان متقارب. لكن أنا أفتكر أنه ما في منطق ولا في مبرر لأنه يخلي في حالة عداء ما بين العقل السياسي والتفكير الإبداعي، لأنه المسألة هي تتكامل وتكتمل في رؤية. إذا تسامت هذه الرؤى وكان الوطن هو الغاية النبيلة، أنا أفتكر أنه ما في أي ما يمنع أنه تتكامل الأفكار وتتوحد وتتلاقح في سبيل أنه تخدم فكرة وطن. نحن بنحلم بأنه يعني دائما يكون في المقدمة. يا أخي هل تراجع الدور المبدع ما بعد الاستقلال أستاذ زبير؟ ما بقدر بصورة عامة، يعني ما فنان بس ولا شاعر بس ولا أديب ولا صحفي بس، لأنه لو رجعنا بنلقى أنه الشعراء عندهم دور كبير والصحفيين اللي كانوا بيكتبوا في الصحف المختلفة عندهم دور، والفنانين كانوا بيتنافسوا لأنه يزول منو اللي يغني للوطن ومنو اللي يغني أكبر عدد. تراجع اهتمام الأنظمة والحكومات المتعاقبة بالمبدعين، واتخلقت حالة من العداء والجفوة ما بين الأنظمة السياسية والمبدعين. أنا أفتكر أنها ما مبررة لأسباب كانت غريبة، وكانت خصما على 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 الوطن نفسه، وكانت خصما على البناء الموضوعي في 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 الوجدان السوداني. لأنه أنا أفتكر إنه نحن وجداننا ده محتاج جدا إنه يكتمل بناؤه النفسي والوجداني بالشكل السليم اللي بدينا به وما فترة ما بعد الاستغلال. انهزم الحوار اللي بيخدم القضية الوحدة، لذلك حصل نوع من التمترس وحصل نوع من الانكفاء الذاتي وحصل نوع من التخندق وراء القبيلة وراء الجهة وراء مسقط الرأس. أنا أفتكر إنه دي الردة الخطيرة والردة المخيفة في مشروع البناء الوطني الكبير. المسألة ذاته المشروع الوطني الكبير ذاته ما مفروض يظل حلم إلى الأبد، هذا المشروع يجب أن يكون واقع، ويجب أن تكون هناك آليات موضوعية
لتطبيقه من خلال مناهجنا المدرسية، من خلال مؤسساتنا الثقافية، من خلال منظمات مجتمعنا المدني. يا أخي لغة الحوار نفسها، الحوار الوطني الخلاق الذي يخدم قضايا الوطن بتجرد وبعيدا عن الأنا وبعيدا عن الذاتية وبعيدا عن الانكفاء حول القبيلة أو العنصرية. أنا أفتكر أنه يعني آن الأوان أنه نقطف ثمرة هذا الحوار الخلاق المفروض يقودوه المثقفين والمفكرين المستنيرين والواعين بقضيتهم تجاه وطنهم. أستاذ زبير، وأنت بتتكلم عن يعني تراجع دور الإبداع قصاد السياسة، كنت تحكي بأسى واضح وتحسر، ولعله الشاعر داخل الزبير سعيد ترجم هذا الأسى ببعض الكلمات الأدبية. يعني يا ريت لو سمعتنا نص يترجم حال الواقع. والله أنا في يوم زي ده ما كنت حريص على إنه يعني أتسبب في أي شكل من أشكال الشجن، لكن إحنا شجينين حقيقة، يعني لأنه يعني ما يحدث في وطننا وما يحيق بوطننا الآن صراحة يعني هو ما بيرضي أي لا صليح ولا عدو، لأنه هذا الوطن يستحق مننا نتجرد ويستحق مننا أن نتسامى فوق الخلافات الصغيرة، يعني على أساس أنه نقدر نعالج جراحات هذا الوطن وشعبه. ففي مقطعين، الأول أنا بقول حمامة تقدي في الوريد وزيتون شارب النيل وسامة، وأطفال يذوقوا طعم هناك تبراهم الغيمات سلامة. حمامة تقدي في الوريد وزيتون شارب النيل وسامة، وأطفال يذوقوا طعم هناك تبراهم الغيمات سلامة، وضحكات بتمرق من شقوق حيطتنا، والفرح اللي بيكون راسم على خديك علامة. أنا حزني لو سبب ملامة ما كنت بشوفك يا وطن محتار ومستني الغيامة. يا سلام. الحاجة الثانية هي قصيدة طويلة أنا حقول لك فيها المقطع الأخير، وأنا كتبتها 2005، يعني شوف دي 17 سنة، أنا ما عارف الفكرة عجيبة يعني. فبقول فيها، هي باللغة العربية الفصحى وأنا زول نوبي، إن أخطأت فليعذروني. يعني بقول رؤوسنا سقطت في كف النار وانكسر الزجاج، رؤوسنا سقطت في كف النار وانكسر الزجاج، والعائدون بلا حقائب هل يبحثون عن المزاج، في ضفاف القهوة الصهباء والماء الأجاج، بالاحتياج والاحتجاج ستموت فينا قيمة الأشياء ويرهقنا العلاج. يا سلام. ده بيقودنا لدور الصالونات الأدبية أستاذ زبير في الاستقلال وما كانت تنتجه من أدب ومن ثقافة ومن فنون. سريعا، هي طبعا يعني هي ذاتها كانت يعني مساحات لمستوى التفكير والتفكير بصوت مسموع، واتاحت فرص للاستماع للآخر. بالمناسبة الاستماع للآخر يتطلب درجة من احترام الآخر نفسه، لأنه ممكن أسمعك وما أحترمك، وممكن أسمعك وما أكون معترف بك. نحن محتاجين للاستماع للآخر ثقافيا وفكريا وسياسيا، نسمع وندرك ما يقول ونحترم ما يقول عشان نأسس لفكرة مشتركة عشان ننهض برؤية وطن واحد. أنا شاكر لك جدا الناقد الفني والكاتب الصحفي والشاعر أستاذ زبير سعيد، نورتنا جدا في ظلال أصيل. كل عام وأنت وكل الشعب السوداني بخير. نتمنى يا أخي شعبنا بخير ووطننا بخير، ونتمنى أنه يعني يا أخي تتعالج الإشكالات السياسية يا أخي، هذا الوطن لأنه بينزف يا أخي، وناس بتموت وناس بتعاني وناس بتتشرد. أتمنى أنه يا أخي القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها يا أخي تنظر لهذا الوطن بعين المسؤولية والالتزام الأخلاقي. إذن هذه كانت مساحتنا لهذا اليوم، حاولنا فيها أن نتطرق ولو إلى جانب قليل من دور الأغنية الوطنية في الاستقلال، وأن نستفيد من معاني الاستقلال التي سبقت وتنزيلها على أرض الواقع في الذكرى 68 لاستقلال السودان المجيد، وفي الذكرى ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة في انطلاقتها، ونحن نحتفي بمرور 68 عاما على استقلال السودان. نتمنى أن تشفى جراح هذا الوطن وأن يكون في أفضل مكان نتمنى أن نراه فيه جميعا، وأن تتحقق مقولات كل الذين سبقوا من أبناء هذا الوطن الخلص، والذين صاغوا بدمائهم ونبضات قلوبهم قبل أن يكتبوا شعرا لهذا الوطن العزيز، وأن نحقق مقولة إسماعيل حسن لو ما جيت من زيديل كان أسفايا ومأساتي وذلي، وأن نحقق مقولة محمد عثمان عبد الرحيم وهو ينشد يذكر المجد كلما ذكروا وهو يعتز حين يقترن، وأن نحقق ما غناه مجذوب أنسى عزيز أنت يا وطني برقم قساوة المحني. تحياتي والفريق العامل، كل عام وأنتم بخير.
حياتك كلها قيم تتوج همة شماء شماء حياتك كلها قيم حياتك كلها قيم تتوج همة شماء رغم ضراوة التيار سنعمل